مين ككشري كشري يعني هارد لك كابتن كشري النهارده، يعني خروج من دور النصف النهائي من هذه البطوله، بطوله عربيه اللي بتقام في مصر، ويمكن النادي الاهلي يمكن واحد من هدافين النادي الاهلي في البطوله العربيه والبطولات العربيه، يعني رايك في اسباب الخروج بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله اولا هي طبعا البطوله يعني الوقت بتاعها ما كانش صالح النادي الاهلي لانها جايه بعد موسم كبير قوي النادي الاهلي بيشارك في كل البطولات. الوقت ما خدمش النادي الاهلي وبرده ما خدمش بصراحه النادي الزمالك، يعني جه في وقت نهايه موسم طويل جدا مباريات كثيره النادي الاهلي بيلعب افريقيا وبيلعب كاس مصر وبيلعب الدوري وبيلعب تصفيات، يعني اللعيبه كمان بتلعب في المنتخب، ففي يعني كابتن حسام حاول ان هو يريح بعض اللاعبين ويمكن نجح في ده. انا شايف ان هو نجح في ده لان الاهم اللي جاي يعني البطوله العربيه بطوله مهمه وكبيره، ولكن برضه سوء الحظ يعني كان ضد النادي الاهلي خاصه بعد طبعا احمد حجازي مش موجود وسعد سمير قلب الملعب لما مش موجود المدافعين اكيد بيحصل اهتزاز، واحنا شفنا صحيح المباراه الاولى خسرنا بهدف يعني خطا من سيرد باك، والنهارده برضو في اخطاء في قلب الملعب بالذات في حته السيرد باكين، فطبعا اثرت لان دول اهم حاجه اللي بيديك الثقه في الملعب وبيخليك تشتغل بحريتك هو الحته الدفاعيه قلب الملعب. صحيح. فطبعا يعني دخل في النادي الاهلي اهداف في وقت النادي الاهلي هو المسيطر، يعني النهارده النادي الاهلي بادئ المباراه بتوازن وفي هدف في النادي الاهلي من كوره فيها طبعا خطا ما فيش تغطيه من وسط الملعب، يعني انت لو شفت الكوره اربع لاعبين من الفيصلي جوه 18 على ثلاث لاعبين، فطبعا ده يعني نقول كسل من اللعيبه اللي في وسط الملعب ما رجعوش فالهدف دي، ولكن النادي الاهلي يعني البطوله دي اكيد استفاد بيها ان في لازم نبص للايجابيات اللي حصلت في البطوله، ان وليد ازارو والنادي الاهلي بيدخلوا في المجموعه وبدانا نعرف امكانياته ولاعيب مجتهد ولاعيب كويس، في بعض اللعيبه كابتن حسام بدا يرجعها عشان البطوله المتشابكه هي اللي هي كاس مصر وفي بطوله افريقيا الاهم، فطبعا يعني النهارده سوء توفيق في ضربه جزاء، يعني لو كانت اثرت على المباراه النادي الاهلي متهيألي لو كان جاب حسب ضربه جزاء اعتقد النادي الاهلي كان قادر ان هو يعود للمباراه، لكن عشان اكون صريح معاك التايم بتاع البطوله اثر كتير، يعني لو كانت جت في وقت غير الوقت اللي بتتلعب فيه البطوله دي اعتقد كان من السهل النادي الاهلي يحصل على البطوله، ولكن برضه البطوله فيها ايجابيات، اسلام محارب بدا يخش في الفرقه، بدانا نشوف بعض اللاعبين عمرو بركات بدا يعني يسيب اثر ايجابي عند اللاعبين عند الجمهور، فبقول هارد لك دي كوره في الاول والاخر يعني. صحيح يا كابتن. كابتن كشري يمكن انت واحد من الهدافين زي ما قلت لحضرتك او بقول للساده المشاهدين، كابتن احمد كشري واحد من هدافين البطولات العربيه بالاضافه طبعا لنجوم كتير من النادي الاهلي في هذه البطولات، يعني عدد الفرص اللي ضاعت ويمكن نجومنا في الاستوديو بيتكلموا عليها وكابتن حسام كمان بيتكلم عليها ان في واجه الفريق عدم توفيق كبير في هذه المباراه، زي طبعا الجزء التحكيمي، بتشوف الفرص دي سببها ايه؟ ان انت بتضيعها بسبب ايه؟ كابتن سمير كان بيتكلم عدم التركيز، كابتن كشري وجهه نظره ايه؟ والله طبعا احنا في لعيب جديد دخل على المجموعه وليد ازارو، لعيب عايز يثبت وجوده وعايز يعمل حاجه، في نفس الوقت هو لسه جاي مش حافظ طبعا السيستم بتاع النادي الاهلي واللعيبه، انت عارف يعني انتوا المجموعه اللي معاك لعيبه كتير وكباتننا، احنا كنا لما بنلعب مع بعض ويبقى في تجانس كنت بعرف مين اللي هيرفع الكوره هتترفع مين هتحركه ازاي، لعيب لسه داخل جديد مع الفرقه لسه ما خدش على السيستم بتاع النادي الاهلي بيحاول يجتهد في الخط الهجومي، في تغيير في الخط الهجومي ان هو بيلعب وعمرو جمال ما بيلعبش، عماد متعب خد شويه مع الفريق، فكان في تغيير كتير في الحته اللي قدام، انت عارف ثبات التشكيل هو اهم عناصر النجاح في البطولات دي، ولكن النادي الاهلي كان بيغير لانه طبعا عايز عنده ضغط من الدوري ومن البطولات اللي لعبها فريح لعيبه، فدي جت على الحته الهجوميه في النادي الاهلي، وخاصه انت شفت فريق الفيصلي مع احترامي ليه طبعا نقول له مبروك على ان هو صعد، ولكن فرقه من الماتش الاولاني بتلعب من ثلث ملعبها يعني هي متكتله كلها جوه 18، فعايزه نوعيه لعيبه معينه كور العرضيات اللي هم بيشتركوا بالهيدرز والحاجات دي، لكن مفيش كان فرص يعني نقول اللي هي ايه يعني في امتحانات ان اللعيب نقدر نحكم على اللعيبه او نقول اللعيبه ضيعت جت فرص النادي الاهلي، لكن برضه في نفس الوقت فريق الفيصلي كان موفق جدا في المباراه الاولى والمباراه بتاعت النهارده، يعني شوف حتى الهدف الثاني بتاعه في وقت
يعني وقت عجيب وفي نفس الوقت صحيح يعني هدف مباغت يعني صحيح. فطبعا دي بتاثر على اللعيبه اللي قدام حقيقه كده. النهارده لما تلاقي نفسك وانت بتهاجم بادئ المباراه بتخش في الجون وانت اللي ماسك الكوره وتيجي ماسك الكوره بعديها وبتحاول انك تعوض تلاقي دخل فيك هدف ثاني بتاثر على اللعيبه كلها. فبدا النادي الاهلي في اخر المباراه يلجا للكور الطويله والكور اللي هي داخل الصندوق عايز يجيب هدف باي طريقه. فما بقاش في شكل هجومي للنادي الاهلي نقدر نقول ان الفيرود يقدر ان هو يجيب هدف. هو عايز يخطف الفيرود عايز يخطف بس وسط الزحمه زي ما حصل الماتش اللي فات نزل عمرو بركات في ودقه في ال 18 راح جايب لنا هدف لان الفرق عارفه امكانيه قدرات النادي الاهلي. صحيح كابتن كشري كابتن كشري يعني خلاص يعني المباراه بنطوا الصفحه زي ما احنا بنتكلم كده وكانت مباراه الى حد ما زي ما بنقول بنواجه فيها سوء توفيق. لكن المباراه القادمه بقى سواء بقى للكاس او لبطوله افريقيا بتشوفها ازاي في المرحله القادمه والتجهيز بقى بالنسبه للنادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي بدا الكابتن حسام النهارده يرجع العناصر الاساسيه في كتير احمد فتحي عبد الله السعيد طبعا مع عوده برضه بعض اللعيبه المصابه واللي خرجوا من التشكيل. لا شكل الاهلي هيتغير لان النهارده انت بتلعب البطوله دي مش بقوامك الاساسي. فالنهارده انت خلاص هترجع باللعيبه اللي ريحوا اللي خدوا فتره راحه وبدا النهارده يدخل مجموعه منهم. لا هيبقى ليها شكل ثاني شكل فيه جديه اكثر. احنا المباراه النهارده يعني يمكن من مشاهدتنا المباراه الاولى كل مصري ما حدش كان عنده يعني نسبه 30 40% ان الاهلي يخسر يعني. صحيح. احنا كنا بنقول الاهلي هيخلص المباراه لكن المباراه مشيت في اتجاه ثاني يعني وده وارد وارد ان انت تبقى الافضل وتلاقي المباراه مش في اتجاه تاني. صحيح. لكن طبعا كاس مصر النادي الاهلي هيستعد بقوه الضربه بتاعته لان هي مباراه قبل نهائي وفي نفس الوقت انت عندك بطوله افريقيا الاهم كمان بعديها فاكيد بطولتين مهمين. اعتقد ان النادي الاهلي هيرجع للتشكيله الاساسيه واللعيبه اللي كانت مريحه. فانا عايز اقول بس لجمهور مصر والناس النادي الاهلي يعني نادي كبير الجمهور كان جميل الصراحه النهارده حتى كان بيشجع لاخر دقيقه كابتن كشري وكان قبل كده في المباريات اللي قبل كده يعني جمهور واقف يعني جمهور النادي الاهلي دايما واقف ورا فريقه بشكل كبير. طبعا احنا متعودين على كده فاروق يعني جماهير النادي الاهلي. احنا ليه بنقول جماهير النادي الاهلي جماهير عظيمه لان هي عارفه وحاسه صحيح اللي بيعملوه اللعيبه بكتاب. النهارده اللعيبه ما قصرتش لكن في ماشي في لكن اللعيبه حاولت تستهدف ومسك المباراه مسك الكوره طول المباراه ولكن في توفيق وعدم توفيق. صحيح يا كابتن. وكلنا عارفين وكلنا يعني المجال فمش دي البطوله يعني نزعل ان احنا واخدين عن ان احنا ناخد بطولات بس احنا عندنا الاهم النادي الاهلي حقق السنه دي الدوري برقم قياسي ان هو ما بتهزمش من اي فريق دي حاجه برضه الجماهير تحسب للجهاز الفني بالكامل. والكابتن احمد ايوب ادار برضه الفتره اللي فاتت بشكل كويس والكابتن حسام جه يعني احنا عايزين نقول ان اذا كان في سلبيات بس الايجابيات اكثر يعني هنقول اكيد اكيد اللعيبه ووليد ادار فالنادي الاهلي كبير وان شاء الله باذن الله يعني المرحله الجايه اهم اكيد البطولات اللي هي ان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله عليها ان شاء الله ان شاء الله. كابتن كشري كابتن كشري نجم الاهلي السابق وطبعا واحد من هدافين هذه البطوله العربيه بشكره شكرا جزيلا. عايز اروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن هذه